ترشحت في انتخابات كوكيلة لائحة النساء بجماعة المعارف. أنا بنت المعارف زيادة وخلوق، وكنشوف بأنه حان الأوان أن جميع النساء والشباب وكذلك الرجال يقدموا أجود وأخير ما كيستاهلوا الشعب المغربي. كذلك وصيفة الأستاذ القيدوم ديالي المحامي إبراهيم راشدي لمرشح الدائرة التشريعية أنفا، وكنتمنى أن الناس ترجع الثقة في العمل السياسي بصفة عامة وفي حزب اتحاد الاشتراكي على وجه الخصوص. هذا حزب ما كيبيع ما كيشري، هذا حزب اللي معروف بمناضلين ومناضلات اللي كيتشبعوا بالثقافة السياسية الحقيقية بالديمقراطية ومبادئها بالحداثة والاشتراكية منذ يعني في الشباب ديالهم، يعني في الشبيبة الاتحادية كنتعلموا هذا الشيء، وحتى اللي ما دخلش من الشبيبة الاتحادية كيتعلموا مني كينخرط في الحزب وكيحضر الندوات وكيحضر اللقاءات اللي كتعلمنا القيم الأخلاقية الحقيقية. وانتم كتعرفوا هذا الشيء أن الاتحاد الاشتراكي عمره ما شرى الأصوات، عمره ما ضحك على الناس بخطاب ديني باش يوصل أنه يدبر الشؤون السياسية ديال المواطنات والمواطنين بواحد النوع من التحايل. حنا عرفنا اليوم كيفاش أن هاد مدينة الدار البيضاء تم لعبت بالكثير من مصالحها، وتم إعاقة التنمية الحقيقية في هذه المدينة من خلال التدبير اللي عرفته مدينة الدار البيضاء هذه مدة 10 سنوات. لو كان ماشي تعاقد مع شركة التنمية ما غاديش نكونوا حنايا على الأقل في هاد الأيام الأخيرة كنشوفوا المنجزات اللي توضعت اللبنات الأساسية ديالها في عهد الاتحاد الاشتراكي ملي كان كيسير الأمور والشؤون السياسية ديال الدار البيضاء. حنا عندنا البرنامج فيه الكثير من المحاور، ولكن اللي مهم هو انه غيتخصص واحد النسبه من الميزانيه فقط للاهتمام بالرياضه والجانب الثقافي اللي كنعتبروه مهم لاعاده الثقه في المواطنات والمواطنين، اعاده الثقه في المؤسسات، اعاده الثقه في العمليه السياسيه، تمكين سياسي. ودابا الاتحاد الاشتراكي عنده اطر مهمه جدا، وعلى سبيل المثال حنا كنشوفوا تبارك الله صحفيين ومحاميين ومهندسين واطباء اللي هما كيرشحوا انفسهم ويقوموا بهذا العمل التطوعي. اللائحه اللي انا كان وكيله ديالها في جماعه المعارف، معايا طبيبه واستاذه جامعيه في كليه الطب، معايا صيدليه، معنا كذلك مديره شركه وكل باقي النساء من مستوى جامعي. وهذا الشيء راه ما كنلقاوش في الاحزاب الاخرى، هذا الشيء ما كنلقاوش في الاحزاب الاخرى، لان الاحزاب الاخرى ما كتكونش الناس ديالها وما كتقدمش اطور، لان كنعرفوا ما يمكنش نحققوا شي برنامج او ننجحوا شي برنامج بلا ما يكون عندنا واحد راس مال بشري مهم اللي فيه الكفاءه والناس اللي كتبغي هذه البلاد، كتبغي هذه البلاد بمعنى الكلمه، وكتبغي المواطنات والمواطنين.